السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نطلع منصة هذه مليحة للمبتدئين، أظن هذه اللي حتكون خليفة بيناس، هذه اللي حتنحي بيناس من الطريق. علاه؟ من أجل لي زوبسيون اللي راي فيها. نطلع المنصة ونشرحوها مع بعض. لما تضغط على الرابط اللي خليهولك في صندوق الوصف هتطلع معنا المنصة. ننتظر فقط. راح نسجله بالإيميل. هنا تحط إيميل مودباس، نحط المعلومات. بصح المنصة هذه وهمية فقط، معليش نختموها على المباشر. نعمل تسجيل، تختار هذا وترتب هذوما من اليسار إلى اليمين. نعمل أوكي. أوريجستري المود باس، هنا تعطينا كود نجيبوه نحطوه. شوفوا هنا جا الكود 85 18 94، 85 18 94. راح نسجلو هنا، تضغط على تيليشارجي. تحب تطلع على جوجل بلاي ولا على الاندرويد؟ نطلع على الاندرويد. ننتظروا 3 دقائق تطلع معنا ونكملوا. ناخذ المربع هذا نحطه هنا، تعطينا كود نعاود نجيبوه نحطه هنا. خمسة وثمانين تمنتاش 52 73 72، 52 73 72. كما نشوفوه لما دخلنا المنصة رانا في السبوت، هنا السبوت، هنا الفيوتشر أي العقود الآجلة. نختاروا العملة تاعنا مثلا، لونا نزيد نختاروا عملة ثانية،
اختار عملة كور، انتهينا منها. هنا ولا عندك فابوري تاعك؟ راح نشوفوا العملات اللي هنا، راح نشرحوا طريقة التداول فيها هنا، ثم نتكلموا على أمر ثاني. كما نشوفوا هنا السعر تاع لونا، لما تضغط على عملة كور يخرج هنا الشرط، هنضغطو على بان شريو. اوكي، عدنك هنا نضغطو هنا، كيما نشوفو هنا هي راهي تخرج لك محطوطة في مارشي، انت ماكش تخدم في مارشي. فاش تخدم درك نشرحوهم وحدة تلو الأخرى. كما نشوفوا هنا مارشي تسمى تشتري مباشرة، هنا تعمل ترانزيكسيون. لما تختار هنا راح تلقى ليميت، تلقى ليميتي، وتلقى هنايا البري اي تي مول، وتقرا الاخيره هذه هنا دي كلوناتيمون. راح نتكلموا عليهم واحده واحده. هذه ليميت يعني اللي مولفين نخدموا فيها كيما منصات كل. هنا تختار السعر، تختار السعر، تعمل 100% ولا 50% وتشتري. هذه ليميت تسمى العادية. تعاود تضغط هنا مثلا حبيت تبدل، نضغط هنا على البري ايبتيمول. هذه تحب تشري بالبري تاع السوق، تحب تختار انت البري اللي حاب تشري بيه وتعمل 100%. هنا نعاود نختاره هذه الأخيرة، لما تختارها هنا قاعدين يذكروا فيك، تختار مثلا 0.20 ودير الكمية وتعمل عشرة، راح تشري لك هي أوتوماتيك، وتقدر تحط لها البري تاع البيع، راح تبيع لك وحدها، يعني حتى أنت وما كانش تشري وحدها تبيع وحدها. وهي المليحة استعملوا ليميتي. انتهينا من هذا الامر. دركا نحكيو على علاه المنصه هذه راح تكون من اقوى المنصات، بالاخص للناس المبتدئين اللي خاطيهم التداول. فيها اوبسيون مليحة على المنصه هذه، لما تضغط هنا كما نشوفوا هنا، لما ضغطنا هنا ماذا يخرج عندنا لهنا؟ يخرج عندنا اشخاص وعندهم أسعار. لما نضغط هنا يخرجون هذو الأشخاص. عندك هنا العقود الآجلة وهنا سبوت، احنا ما نخدموش العقود الآجلة. كما نشوفوا هذا راه رابح 128، هذا رابح 40%. في العقود الآجلة احنا ما نخدموش العقود الآجلة، نختاروا سبوت. تختار سبوت كما نشوفوا هذا رابح 25%، هذا رابح 15%، هذا راح خاسر، هذا رابح، رابح، خاسر، رابح. هذوما واش دير المنصة هذه؟ هذوما تسمى ما كيما الشخص هذا مثلا او يخدم وحده في الكونت تاعو ومشارك هو هنا. إذا حبيت أنت السيستم يخدم لك كيفو، يعني وش يدير الشخص هذا، تدير أنت تعمل تضغط هنا، تختار مينيموم 10 دولار مثلا، تختار 100 دولار تحط على تحط عنده، مش تحط عنده، تحط للبوت أنه يبيع لك
لو ما عنديش دراهم حاجاتك لازم تحطها. يعني البوت وش يدير لك؟ اي عملية يديرها الشخص هذا البوت يدير كيفه. يعني الوقت اللي يدخل يشري هذا الشخص يشريه لك، الوقت اللي يبيع هو يبيعه لك. يعني تشري يشري لك شغل اونديري، انت حطيت له يلعب لك، حطيت له انت يخدم لك بدراهمك، ولكن هو لا. شغل البوت، ميزة البوت هذا انك انت تتبع الشخص هذا ويقدر يخسر. هون كيما نشوفه هنا، هذا راه خاسر، راه يعني الدراهم راه ناقص 14%، ناقص 0.14، يعني مش خاسر بزاف، ولكن يعني بالمعنى قادر الشخص هذا تحط مع 10 دولار يربح لك مرة زوز ثلاثة، قادر تطيح عملية خاسرة باسكو هو ثاني يخسر، ولكن الخسارة راح تكون قليلة. مش كيما هنا، كيما العقود الآجلة هنا، صح هذا ربح 128%، بصح لو كان نهبطو في الأسفل تلقى الناس اللي قاعدة تخسر. هذا ربح 194، أظن ما كل قاعدين يربحوا، بس تخاف انت تحط معاهم يوليو يخسروا. هذا 231%، لأنه هذا العقود الآجلة بمجرد ما يخسر ما يروح الدراهم كامل، احنا ما نخدموهاش، نخدمو سبوت فقط. يعني أي واحد مبتدئ وش تدير؟ عندك 10 دولار تجيبها، تختار هذا الشخص هنا، تحط المبلغ تاعك هنا، وتعمل هنا تضغط باش تشترك معه. راح يولي الشخص هذا كل ما يهز الهاتف تاعه ولا الميكرو يشتري عملة، البوت راح يشري الكليك معه، يبيع هو يبيع لك، ربح هو مثلا هو أرضى ب10% وباع، انت راح تتباع لك 10%. وعنده مميزات يديوها من عند المنصة لأنهم حاطين هنا. هذه الفكرة مليحة ولكن ما نشح نخدموها الآن، لكن في المستقبل لما يكونوا عندنا أموال من العملات اللي راح نبيعوهم في هذه المنصة، وراح نجربوها على المباشر، نحطو نخير شخص نحط معاه ونوليو نصوروا العمليات اللي يديرها من الشخص هذاك. إذا كانت يعني الشخص هذاك في 10 عمليات يدير 9 ناجحين وواحدة خاسرة، تعتبر حاجة مليحة للناس اللي حابة تستفاد من التداول بدون تعب. هذه الأوبسيون هي اللي هتخلي المنصة هذه من أقوى المنصات في العالم. هذا هي الشرح تاع المنصة. في المستقبل لما يكون عندي أموال في هذه المنصة راح نجربه باش نحطوها مع البوت ونشوفوا الفوائد اللي تدخل لنا من هذه المنصة. وفي الأخير نقول لكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.